يحاول سليمو، هي الكرة ممتازة على جهة اليمنى، يا سلام، تعديل النتيجة من زيدي في القائم الأول، يتمكن من تعديل النتيجة لمصلحة المولودية في الدقيقة 65، زيد الورقة الرابحة الثابتة، يتمكن من قطع الكرة ومخادة الدفاع، والحارس بنبوط ويعدل النتيجة لمصلحة مولودية الجزائر بطريقة وبكرة هايلة عمر فؤاد، ملعوبة كما يجب أن تكون باتجاه القائم الأول للحارس بنبوط. وحسين أشيو يطلب ماذا؟ يطلب الهدوء ماذا؟ هناك سنشاهد بالعرض البطيء، هي الكرة ممتازة بزيدي بالقدم اليسرى في القائم الأول، يتمكن من تعديل النتيجة وضرب شباك الاتحاد، يعدل وبقوة كبيرة ويعيد المباراة إلى التعادل بالقدم اليسرى بلمسة واحدة. متألقين مثل ما هو الحال بالنسبة للمولودية في هذا الموسم، ثلاثة أو أربعة لاعبين من اللاعبين الممتازين شبان، تبادل كرة، توكي واحد منهم، مزيان يحتفظ بالكرة، مزيان يحضر كرة داخل منطقة العمليات، يا سلام، أول أهداف المباراة، مزيان يتمكن من المرور والتسجيل في مرمى الحارس شعال بكرة ثنائية ممتازة، تبادل كرة واختراق لدفاع المولودية، ثنائية ممتازة، سنشاهد فرحة كبيرة لعناصر الاتحاد بالهدف الأول في الدقيقة 53 من زمن المباراة. القائد مزيان يتمكن من فتح باب التسجيل والبحث، ووجد أخيرا السر المولودية وسر دفاع المولودية بكرة بالاختراق، هي ثنائية داخل منطقة العمليات مع زواري، خروج غير موفق للحارس شعال في هذه الكرة، زواري يقدم كرة، بعد ذلك مزيان يتمكن من الوصول إلى الشباك وضرب شباك الحارس شعال بطريقة سهلة أمام المرمى، يتفوق ويسجل ويمنح الأفضلية لمصلحة اتحاد الجزائر في الدقيقة 53 من زاوية أخرى. مزيان القائد